بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الختام، ولك الحمد على قراءة القرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا. اللهم لك الحمد كما أن يسرت لنا ختم كتابك، اللهم كما يسرت لنا ختم كتابك، اللهم فاجعله حجة لنا يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، واسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وإلى جناتك من السابقين يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا،
ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا فرجته إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيخ أحمد، اللهم اغفر لشيخ أحمد، اللهم اجزيه عني خيرا، اللهم اجزيه عني خيرا، اللهم ثقل موازينه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، واغفر له ولجميع مشايخه يا رب العالمين، ولجميع من علمنا القرآن. يا اللهم افتح لنا وافتح علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.